في الأول بس أنا كنت عايزة أتعرف عليه عشان الشغل مش أكتر، يعني كنت عايزة أعمل معاه انترفيو في الحلقة أو يطلع معايا لايف عشان الفيوز. فالطبيعي إن أنا I was being nice، بس هو للأسف خدها بطريقة تانية. طريقة تانية ازاي يعني؟ خدها بطريقة كأنها flirtation. أنا مش عارفة أشرحها لك إزاي. يعني عامل ايه؟ هو الأول هو يعني مثلا حاجات زي يحط إيده على ظهري لما يجي يسلم عليا، يقرب مني، بس لحد ما كنت معاه في العربية مسك إيدي وحاول يبص، بس ولما حاول يبوسك انت عملت ايه؟ زعقت فيه طبعا ونزل من العربية، بس وانا كنت مش مصدقة اساسا ان هو ازاي يعمل حاجة زي دي. هو فاهم ايه؟ انا مش فاهمة. مش ممكن اليوم ده انا روحت البيت انا كنت متضايقه قوي، فانا بعت له مسج وهزقته ومش هتمته فيها. انت فاكر اللي عملته معايا هيعدي بسهوله كده؟ طب والله العظيم ما هسيبك غير لما اخد حقي منك. بقول لك ايه، دي اخر مره تبعتي لي الكلام الفارغ ده، ولو قلتي اي حاجه سمعتك وسمعتي هتتضرر على حوار اهبل. على فكره محدش يقدر يتكلم عليا ولا على سمعتي، انت فاهم؟ اقسم بالله علي العظيم لا هخفيك من على وش الارض يا زباله. يعني انت يا ملك متاكده ان ما كانش في بينكم حاجه؟ لا طبعا. انت مش محتاجه تحوري على فكره، وما تنسيش ان الشات اللي بينك وبينه عندنا، وواضح فيه ان انت اللي بداتي تنكشيه. يعني مبروك يا كابتن على البطولة. ايه رأيك لو نتقابل ونخرج سوا نحتفل، نتعرف على بعض اكتر؟ صح، مش ده كلامك برضه؟ على فكرة انا ما عملتش كل ده عشان عايزة اصاحبه مثلا، انا كنت عايزة اعمل معاه فيديو هيك ثلاثة مش اكتر. عشان اعمل حلقة احسن من هند.